السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انا كرم اسامة جديد معكم يا محمد، فيديو جديد فيديوهات لعبة كونكر اونلاين من سيرفر ايب ماونت. واخيرا يا جماعة نزل ايفنت جديد في السيرفر المميز والحصري ليا. في البداية سيش تعمل لايك وشير في كل جروبات صفحات كونكر اونلاين، ويلا بينا نعرف تفاصيل الايفنت. الايفنت في البداية كده هيبدأ من يوم 29/10، هيخلص يوم 24/11. على فكرة الايفنت ده حلو جدا مش وحش، خلي بالك، بس يلا بينا نعرف تفاصيل اكتر. اول حاجة بتخش الايفنت ازاي؟ بتخش من خلال نيو سيرفر، الايقونة دي في عندك هنا عجلتين حظ، واحدة بالسبيس وواحدة بالسيلفر. طب ايه الجوائز؟ اول حاجة نشوف الريورد. طبعا كأن انت بتجرب اول مرة بتاخد 3 مليون تبرع، يعني 6 مليون عشان تاخد 2 وستونات وهكذا، زي ما انت شايف تبرعات وستونات في الدونيشن، تبرعات للدونيشن يا جماعة، وكمان تثبيت حجر تثبيت، وكمان برضو سكريبات وهكذا. في عندك حاجة اسمها برايز ريكورد، حلو جدا زي ما انت شايف، اللي هي الجوائز لما بتسجل. طبعا ده لا تقدر تستلمهم عادي خالص زي ما انت شايف اهو، جروب 1 وجروب 2. حلو، يا سلام، ممكن اعمل اتنين من زي ما احنا عايزين، في السيلفر وسيلفر R2 كمان، بس مفيش اي ريكورد عشان ما لعبش فيها لسه، او يعني بمعنى صح ما لعبناش في الايه عجلة الحظ دي. طيب جميل جدا، اهو زي ما انت شايف هنا التسجيلات، الدرو من ايه اللي لعبنا بيه، او عفوا اللي هو طبعا الرانك. وخلي بالك ممكن يكسب لغاية 500 مليون جولد، ودي حاجة تحفة تحفة جدا 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 يعني. طب حلو والله، زي ما انت شايف اهو نقدر نجيبها ازاي. اول حاجة من خلال اكتيف بوينت او سولو كواليفاير الارينا. الاكتيف بوينت يا جماعه اللي هي خاصه ب بنفيتس الاكتيفنس، تمام، هي 300 يعني، حلو برضو. عندك كمان اخرك اتنين في اليوم، الارينا اخرك واحده، فيرست فيكتوري اوف سولو كواليفاير، لو كمان كسبت في الارينا تاخد واحده كمان، هانت برضو تقدر لما تعمل هانت تاخد ثلاثه، جميل جدا. في عندك هنا جولدن جيد والسيلفر جيد، طبعا هنا الجولدن دي اكيد بتلعب بيها بسي بي اس، وعندك كمان السيلفر معروفه ان هي بتاعت الملايين، انت حظك بقى يا معلم، وحلو جدا يعني. ده ما تقدرش تشتريها، او زي ما انت شايف ما تقدرش تشتريها، هي بتجيلك من الايفنتات، ودي فكره ممتازه على فكره، ويعني احييهم بصراحه القائمين على الايفنت كتيم يعني بمعنى صح، لان دي فكره حلوه جدا جدا جدا، هتخلي الناس تلعب في الارينا وتعمل مهمات وهكذا عشان تسعى ان هي تحصل على الجوائز بحاجة الحظ دي. وهنا الجائزة الكبيرة 15,000 سي بي اس، وطبعا في السيرفر 15 مليون، وعلى فكرة سي بي اس 15,000 سي بي اس في سيرفر كلاسيك زي ده مش وحش خالص على فكرة زي ما انت شايف طبعا. وكمان الأول واحد هياخد نسبة 35% من السي بي اس، يعني تخيل انت اللي لعب بسي بي اس عموما في حاجة الحظ دي اللي ليه نسبة حظ يعني، أو المحظوظ يعني، هياخد 35% بإجمالي اللي اتصرف 4305 سي بي اس. ده الرانك التاني برضو اباوت 1293 زي ما انت شايف اهو، دي النسب تقريبا اللي هي اتلعبت بيها حاليا. فطبعا نسبة 35% يعني حوالي 4305 سي بي اس، يعني معنى كده في ناس كتيرة جدا لعبت بعجلة الحظ دي، فدي مش وحش خالص. ممكن نستلمه معاد على فكرة، يعني مفيش أي مشاكل خالص، عجلة حظ حلوة مش وحش خلي بالك، وخلي بالك سي بي اس هيجيلك تلقائي لو انت كسبت في اليوم التاني اللي بعده، او بمعنى صح هنا اهو، يعني تلاقي هنا عجلة حظ زي ما انت شايف درو، لانه بتغير المواعيد بتاعته كل شويه، فدي حاجه جميله جدا على فكره، وفكره لطيفه بجد بجد، تحفه تحفه جدا. خلاص كده احنا عرفنا ايه الدنيا. وكمان خلي بالك هنا بتفتح اوبن تو دريجر، اللي هي دي بتفتح حاجه الحظ دي بقى يا معلم، مره واحده في اليوم، ليميت اوف 1 بير داي، وكمان 2 بير ويك، يعني ممكن واحدة في اليوم وممكن اتنين في الأسبوع، ده حظ عموما يعني. برضه نفس الفكرة هنا اهو، individual limit، خلي بالك نفس الفكرة برضه، انت حظك يا معلم، ممكن اتنين في اليوم ممكن واحدة وهكذا. على فكرة ايفنت جميل ولذيذ وبسيط جدا، مش محتاج أي حاجة، تقدر تعمله بكل سهولة. كان معكم يا محمد من فيديوهات كونكور لاين المميزة والحصرية، أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.